الأخير لدينا الآليات المستحدثة لتمويل هذه المؤسسات الإنتاجية. بالنسبة لاختيار مشاريع، اختيار المشاريع ضروري حتى نخلق ما يسمى بالتوازن الديموغرافي. ضروري اختيار توزيع هذه المشاريع بين القطاع الحضري والقطاع الريفي حتى لا تخلق نوع من المشاريع في القطاع الحضري، ايضا حتى لا نخلق نوع من الاقتدار في الشمال على حساب ولايات الإدارة العليا وكذا في الولايات الجنوبية. نلاحظ بأن أغلب المؤسسات الصغيرة كانت نشطة في الشمال على حساب الإدارة والجنوب. والفكرة الثانية حتى لا تعيش هذه المشاريع الاستثمارية مشاكل تنموية، إجباري ضروري وإلزامي تحقيق ما يسمى بالبنسي، وهو دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لأي مشروع، سواء مشروع قديم أو مشروع يرغب في النشاط في وقت مستقبلي. هذه الجدوى الاقتصادية والاجتماعية تعمل على تحضيرها ومجان الجامعة ومن خلال الحاضنة أين دار المقابلاتية وكذا الكاتي وأيضا البلود، هذه الثلاث خلايا تعمل على توفير الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لجميع المشاريع التنموية الموجودة على مستوى ولاية عين تيمشات. دائما نلقى بالنسبة لاختيار المشاريع،